بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر بأننا بتاريخ 18/2015 يقوم مجاهدو جبهة النصرة بدك معاقل أشبيهة تابعة لقوات النظام في حاجز المداجن بريف حماة الشمالي. إذن يواصل مجاهدو جبهة النصرة بدك معاقل أشبيهة في حاجز المداجن بصواريخ الكاتيوشا. أخي اسمه صواريخ الكاتيوشا ما هيك؟ يواصل المجاهدون جبهة النصرة إطلاق الصواريخ باتجاه تجمعات الشبيحة التابعة للنظام بحاجز المداجن بريف حماة الشمالي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. الله أكبر. إذا مجاهدو جبهة النصرة يواصلون دك مواقع النظام ومعاقل شبيحته في حاجز المداجن بريف حماة الشمال. إن شاء الله تعالى سنحاول معرفة حجم الإصابات التي حلت في قوات النظام. 18/2015 بريف حماة الشمال.